هذه هي الدخله ديال البركان، يعني فتنا غير شويه داك الباراج ديال البوليس اللي كيكون رسمي تما في الدخله. دروك راه حنا بالقرب من المقهى ديال كافي ان اللي راه معروفه، هي كاين عاود اللي كيديروا الحريره، المهم داك الشيء متنوع مختلف. هذا المشروع ديال ماكلتي تقريبا راه كاين في شي ثلاثه ديال البلايص هنا في بركان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. اليوم إن شاء الله غادي تكون واحد الجولة في مدينة بركان، جولة صباحية، التوقيت راه 12:30 تقريبا. هذا النهار إن شاء الله غادي ندير واحد الجولة في مدينة بركان وبالضبط في شارع محمد الخامس. البداية غادي تكون من المدخل ديال مدينة بركان، يعني راني فتت غير شوية داك الباراج ديال البوليس اللي كاين في الدخلة. من تما غادي نبداو الجولة ديالنا وغادي نمشيو مع شارع محمد الخامس، غادي نمشيو معاه حتى تقريبا حتى ديك الرومبوا ديال التشينا، وغادي تكون هذه هي الجولة ديالنا لهذا اليوم. طبعا إلا كنتو أول مرة تشاهدوا فيديو من فيديوهات القناة أدعوكم للاشتراك بالقناة، بارطاجيو هذا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، ضغطوا على زر الإعجاب، كتبوا لنا شي كومنتير، ويلا هو نبداو الجولة ديالنا في مدينة بركان. فرجة ممتعة. كما قلت لكم الجوله ديالنا غادي تكون البدايه ديالها من هاد البلاصه، وهي شارع محمد الخامس وبالضبط المدخل ديال مدينه بركان. يعني من تكون جاي من وجده ولا من احفير ولا من رقاده، هذه هي الدخله ديال بركان. يعني فتنا غير شويه داك الباراج ديال البوليس اللي كيكون رسمي تما في الدخله. دروك راه حنا بالقرب من المقهى ديال كافي ان اللي راه معروفه، هي اللي كاينه في ليصر، وفي اليمين ديالنا كاين كارفور. كارفور هو اللي راه يبان لكم. غادي نمشيو مع هاد الشارع ديال محمد الخامس، نشاركوا معكم الاجواء الصباحيه اللي كاينه في مدينه بركان. شوفوا معنا كي دايره الدعوه اليوم، راه الاربعاء 10 جونفي 2024. ما عرفتش هاد الفيديو واش غادي تحط هاد النهار بالضبط ولا حتى الغدا، المهم على حساب. غادي نكتب لكم التاريخ، لان يعني بزاف ديال الناس كانوا كيطلبوا مني، يقول لنا زعما هاد الفيديو فوقاش صورتو، واش في ذاك النهار، واش من قبل، واش هادي. اذا باش يعني الناس تعرف التوقيت بالضبط واللادات بالضبط، غادي نكتبها لكم في الفيديو. وكما قلت لكم اليوم راه حنا الاربعاء 10 جونفي 2024. الاجواء هي هذه في مدينه بركان هذا النهار، الدعوه مشمسه، كاين شويه ديال الغيام، ولكن صراحه كاين الشمس، كاين الشمس في نفس الوقت. الجو معتدل، ما كايناش ديك البروده في النهار، وعاود ما كايناش ديك الحراره اللي مرتفعه. هذا هو شارع محمد الخامس. هنا على اليسر ديالنا كاين هذيك المشروع ديال ماكلتي اللي فيه مجموعه ديال المحلات اللي كيديروا الاكل، يعني مختلف الانواع. كاين اللي كيديروا الفطور، كاين اللي كيديروا معقوده لي ساندويتش، كاين عاود اللي مختصين بالعصير، كاين عاود اللي كيديروا الحريره، المهم داك الشيء متنوع مختلف. هذا المشروع ديال ماكلتي تقريبا راه كاين في شي ثلاثه ديال البلايص هنا في بركان، كاين هنايا في هذه البلاصه اللي هي شارع محمد الخامس، وكاين عاود حتى في نفس الشارع ولكن في الجهه ديال طريق الناظور، يعني تقريبا قدام الطاكسيات ديال الناظور وديال الاكليم وديال الشويحيه وديال زيو، المهم ديال ديك المنطقه. وكاين واحد البلاصه اخرى وهي الجهه ديال ديك الرومبوا ديال واولوت قدام سوق القدس. كاين ثلاثه ديال البلايص. الاجواء هي هذه، نخليكم تستمتعوا معنا بهذا الفيديو ونتمنى لكم فرجه ممتعه.
اخوتي راحنا هاودين مع هاد الهوده ديال المصلى اللي معروفه في مدينه بركان. الحي اللي كاين علي من وليصر ديالنا هو الحي ديال سالم، واحد من الاحياء القديمه والمعروفه في مدينه بركان. تحيه للسكان ديال هاد الحي وديال المدينه ديال بركان بصفه عامه وديال جميع الاحياء. وما كرهتش تكتبوا لنا في التعليقات الاقتراحات ديالكم للفيديوهات الجايين، شي بلاصه بغيتوا نمشيو لها، شي بلاصه بغيتوا نديروا فيها فيديو اكتبوها لي تحت في التعليقات، وغادي ان شاء الله نحاول نلبي الطلبات ديالكم في اقرب وقت. اذا اخوتي من كنهودوا من هاد الطريق اللي كتفوت على تهود من المصلى وتفوت على الحي ديال سالم، كنخرجوا في هاد الشارع اللي كيتسمى شارع الوفاق. هذا هو شارع الوفاق. هاد الشارع كيفوت على دوك الصنديقات، كيفوت ايضا على الثانويه ديال الليمون، يفوت على بزاف ديال البلايص، يفوت على الطرف ديال حي سالم، الطرف ديال حي الرحمه. اذا هاد الشارع كامل كيتسمى شارع الوفاق.